خير. الو، صباح الخير اخت الدنيا. اهلا وسهلا، مرحبا. مساء عليك، تحيه لك، تحيه للطاقم كله كاع المستمعات، تبارك الله. وتحيتنا لك ايضا، مرحبا. ربي يخليك. انا عندي اليوم واحد البيض مغشوش ولا البيض ديال بلهاني، اللي بغيتي. اللي بغيتي. بحال بحال اللي جا من عندك فضل. بحال بحال ناخذ البيض. زعما بحال بحال السميات. لا راه نفس زعما لا نفس الطريقه، ولكن نسميوه البيض المغشوش. يلا البيض المغشوش. عندنا كاينه كريمه صفراء وكريمه بيضاء بيان سور. كريمة بالصفرة كنحتاجو فيها جوج حامضات صفرين، زعما مفهومش خضرين، جوج حامضات صفرين، جوج صفر البيض، جوج صفر بيض، 50 غرام ديال سنيدة، 50 غرام سنيدة، 30 غرام ديال النشا، 30 غرام نشا، 20 غرام ديال الزبدة، 20 غرام زبدة، وكريمة البيضاء خصنا 100 غرام ديال الشكلاط البيض، يكون النوع الممتاز. 100 غرام شكلاط بيض، نوع ممتاز. علبة ديال القشدة الطرية تكون سائلة. علبة ديال القشدة الطرية تكون سائلة. ايه، وخصنا تستد الخاوي ديال البيض. دوك لي كوكيين خويو نحاولو نحيدو من البيض ونخليوهم. لا واش البواطاس؟ نعم. الخاوي لا ماشي لا، البيض الكوكي ديالو. نعم الكوكي. لا الكوكي ديالو. نعم الكوكي ديالو نحاولو نحلوه بشويه ونخويو راه يتحل بحال نعم. على جوج ونخليوه. الوغ الطريقه تنخلطو تنشدو لا ما نهرسوش بواحد الطريقه اللي غادي تمشي لنا البيضه كامله. شويه باش يجي الفوقاني، باش يجي النص هكا ونص هكا. اييه حلوك الفوقاني، خليو غير النص الكبير، نخليوه النص الكبير. الوغ الطريقه كنخلطو النسا مع عصير الحمض ونحركو مزيان، نشا مع عصير الحمض نحركو مزيان، بعد نزيدو السكر سنيدة والزبدة، حنا ديما كنحركو، ومن بعد نزيدو صفر البيض نحركو مزيان، نديرو الخيط في كاسرونة وفوق عافية مهيلة، وحنا كنحركو حتى نحسو بالخيط يعقد ولي كريمة، نطفيو عليها نخليوها على جنب. من بعد ناخدو الشكلاط، داك الشكلاط الابيض نذوبوه مع نص ديال العلبه ديال القشده الطريه، نص ديالها يعني 100 غرام مليلتر ديال العلبه القشده الطريه، نذوبوهم في كاسرونه ولا شي حاجه، ومن بعد نحيدهم فوق العافيه نخليهم تيبردوا، وداك الشيء اللي بقى ديال الكريمه القشده الطريه نطربوه تيولي بحال لا كريم شونتي، ونزيدوا على الشكلاط الابيض اللي حنا ذوبنا مع النص ديال القشده الطريه، ونخلطوا مزيان بالماء. ومن بعد ناخذ داك الخاوي ديال الكوكي ديال البيض، نخويو فيه هاد لاموس هادي البيضه اللي بشكلات بيض، نخويو على مرا، عاد ناخذ معلقه صغيره نديروها في الوسط ديال داك الكريمه الصفراء. صافي كلهم كنعمروهم وكنحطوهم في الطبيطات ولا في دوك كنديرو فيهم البيض، وبالصحه والراحه كيجي المنظر كيجي ديال البيض، ولكن الماكله كتكون داكشي سكري نعم وكيجي والراحه. حيت الكوكي ديال البيض اصلا كتحافظ على الفورما، كتجيبها بحال البيضه تماما. كتجيب بحال البيضه كتبقى فيها كيتكل فيها في هذاك ديال البيض، غير ممكن تحط كيتبان الشوفه ديال البيض، ولكن راه هو ماشي بيض، هو حلو. وهذا هو البيض المغشوش، هي هذه. يعني السميه هي هذيك. هي هذيك. تبارك الله عليك لاله. الله يبارك فيك، صباحكم مبروك. شكرا لك وتحيه لك وتحيه لكل المتتبعين الاوفياء.